الاهلي بنفس سيناريو الموسم الماضي بيطيح بصن داونز ويصعد للسيمي فاينل لمواجهه الترجي، مباراه للثأر هنجيلها بعدين، ولكن مباراه النهارده موسيماني قدر ينتصر فيها ويصعد ويوصل للسيمي فاينل في مباراه تكتيكيه محكمه، مباراه تكتيكيه محكمه ولكن فيها بعض المشاكل اللي يقدر الاهلي وموسيماني يتخطاها ويعدلها. وفي حلقه النهارده هنتكلم ازاي الاهلي قدم مباراه تكتيكيه محكمه وايه المشاكل وازاي يحلوها، نتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. فطالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، اول ما تشوفني انزل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصيه. تشكيل الاهلي النهارده على الورق كان مفاجئ بعض الناس، وبعض الناس قريته زي ما هي عايزه، في ناس قريته 3 5 2 وفي ناس قريته 5 3 2 وناس شافته 4 3 3، وده اللي حصل في الاخر تماما المباراه فعلا. وموسيماني دخل المباراه بتشكيله 4 3 3، بدا محمد الشناوي قدام ياسر ابراهيم وبدر بنون، على اليمين محمد هاني، على الشمال ايمن اشرف، كلاعب نمره 6 رامي ربيعه، على يمينه اريو ديانج، على شماله السوليه، بيلعب ثلاثي هجومي محمد شريف هو المهاجم الصريح، على الشمال بيلعب بصلاح محسن، على اليمين بقفشه. وده كان التشكيل اللي كان نوعا ما فيه مفاجاه، ولكن ده في البدايه انا واحد من الناس اللي انا شفت التشكيل في الاول 3 5 2 وكنت بفكر 3 5 2 ان الاهلي بيحاول يقفل الاطراف ويحاول يقفل العمق بثلاثي مدافعين ويحاول يلعب على هجمه مرتده من ناحيه الاطراف، ولكن الاهلي ما فكرش كده تماما وموسيماني ما فكرش كده تماما. موسيماني من اول دقيقه في المباراه هو بيفكر في قفل الملعب، كان بيفكر ان هو يقفل الملعب، يقفل مفاتيح اللعب بتاعت صن داونز ويضرب المرتده، يقفل مفاتيح اللعب ويضرب المرتده، ويعمل نفس سيناريو مباراه السنه اللي فاتت بالظبط اللي هو في اول ربع ساعه يقدر يخطف جون علشان يبقى بيلعب باريحيه. وده اللي حصل، تكتل الدفاع بتاع الاهلي اللي هو بيخلي صلاح محسن ومحمد شريف يتحولوا لاثنين مهاجمين ويحاولوا يضغطوا على قلبين دفاع بتوع صن داونز في بدايه المباراه، وبعديها بيخلي لعيبه وسط الملعب قفشه وديانج والسوليه ورامي ربيعه يحاولوا يقفلوا العمق بتاع الملعب. والاهلي كان محجم صن داونز من الحته دي كويس جدا من بدايه الجون، الجون اللي جابه ياسر ابراهيم في اول ربع ساعه من المباراه لحد جون التعادل بتاع صن داونز. الاهلي فعلا بيقدم مباراه كبيره، بيقدم مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، بيحاول يقفل الملعب، مقفل الملعب جدا في عمق الملعب. والنهارده اللي خلى موسيماني يبدا برامي ربيعه لاعب نمره 6 علشان حتتين، الحته الاولى انه يساعد بدر بنون وياسر ابراهيم ان هم يقفلوا العمق بتاع الدفاع، والحاجه الثانيه انه يساعد عمرو السوليه واليو ديانج في قفل في عمق الملعب على سيرين وعلى زواني وعلى لعيبه صن داونز المهريه اللي بتعرف تخترق من العمق. وفعلا لعيبه صن داونز كانت بتحاول تلاقي ربع ثغره، مش هقول لك ثغره كامله لا، ربع ثغره عشان يحاولوا الكرة ما بين الخطوط، وده ما كانش موجود تقريبا لحد الهدف، والهدف حتى اللي جاب الاهلي جاب من كوره ثابته، كوره ثابته سرحانه مدافعين، الجون الاول دخل في الاهلي. والحته اللي انا مش فاهمها ان بعد الجون الاول بتاع صن داونز او جون التعادل صن داونز حصل توهان في الاهلي. الاهلي طول النص ساعه لحد ما صن داونز جاب التعادل الاهلي قافل العمق الملعب كويس جدا، مش مدي اريحيه لصن داونز من نلعب على الاطراف، قافل كل المفاتيح بتاعت صن داونز ومحجم صن داونز جدا. ولكن بعد الجون بتاع صن داونز شفنا ان الفريق بتاع الاهلي هو كانه فك، كان لعيبه الاهلي اتوترت اللي هو ايه ده، دخل صن داونز جاب الجون كده ممكن يحصل قلبان، وده اللي كنا شايفين ان عمق الملعب ابتدى يتفتح، رامي ربيعه ما بقاش ليه وجود، وكنا بنفكر كمان ان ممكن اكرم توفيق يكون بديل الشوط الثاني. رامي ربيعه اتوتر جدا وما بقاش ليه وجود في عمق الملعب، سواء في عمق المدافعين اللي هو يقفل مع بدر بنون وياسر ابراهيم، او في عمق الملعب عشان يقفل مع اريو ديانج وعمرو السوليه، وابتدت لعيبه صن داونز تخترق من عمق الملعب شويه. وكمان الناحيه الثانيه اريو ديانج كان بيحاول، يعني اريو ديانج لما كان عمرو السوليه ورامي ربيعه في عمق الملعب كان بيميل على محمد هاني علشان يقفل معاه الحته دي، وكان بيقفل معاه الطرف ده كويس جدا. ولكن بعد التوهان اللي حصل لعيبه صن داونز ابتدت تميل على محمد هاني وابتدت تشتغل من ناحيه محمد هاني وابتدت تضغط على محمد هاني وابتدت تخترق محمد هاني، وفعلا اخترقته في كذا كوره. محمد هاني من بعد الفاول ما بقاش واقف على رجله، من بعد الفاول اللي حصل معاه ولا اتعور في رجله، من بعدها ما بقاش واقف على رجله لحد نهايه الشوط الاول. بعد نهايه الشوط الاول اللعيبه بتاعت الاهلي اللي انا مش فاهمه ان انت خلاص الشوط الاول انتهيت انت بسبب الرعونه والرخاء واللي انت خلاص هديت في ارض الملعب دخل في الجول. الشوط الثاني في البدايه في اول ربع ساعه في المباراه برضو نفس الريتم، الاهلي واقف على رجله قافل كويس جدا، الضبه والمفتاح بتاعت موسيماني مباراه تكتيكيه ممتازه جدا جدا جدا،
جدا 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 في اول ربع ساعه، ولكن بدايه من الدقيقه 60 ابتدى الارتخاء يرجع من تاني. ابتدى لعيب سان داونز تمسك الكوره تضغط الاهلي، تحاول تخترق الاهلي، تهدد مره محمد الشناوي، مره محمد الشناوي كذا مره الشناوي يشيل الكوره. الفكره ان انت ايه المشاكل اللي النهارده الاهلي وقع فيها، ان انت اديته مباراه تكتيكيه، عرفت تقفل على مفاتيح اللعب سان داونز، ما خليتش سان داونز تقدر تجيب غير هدف واحد بس وهي كمان اللي بتتعادل معاك. ايه المشاكل اللي انت وقعت فيها واللي لازم تصلحها قبل مواجهه نادي البركان يوم الجمعه وقبل مواجهه الترجي في نصف النهائي الجاي؟ هقول لك ايه المشكلتين اللي كانوا ابرز النهارده. المشكله الاولى وهي عمق الملعب، عمق الملعب اللي انت حتى نزلت فيه لاعب ثالث علشان تقفل العمق بتاع الملعب، وبرضه العمق الملعب كان نوعا ما مخترق، فانت بتبقى محتاج لاعب محكم اكتر. ممكن تفكر في الايام اللي جايه ان انت تلعب ب قالوا ديانج هو اللاعب نمره 6، وعلى يمينه قفشه وعلى شماله السوليه، وتخلي ثلاثي هجوم حسين الشحات او اي ثلاثي هجوم مهم، تبقى التركيبه بتاع ثلاثي نص الملعب قفشه على اليمين سوليه على الشمال واللاعب نمره 6 قالوا ديانج كساحه الانغام اللي يقدر يستخلص الكوره من الخصم سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او اي منطقه في الملعب. وده حاجه لازم افكر فيها مسلماني الايام الجايه. الحاجه الثانيه وهي الناحيه اليمين بتاعه الاهلي، الناحيه اليمين بتاعه الاهلي بتاعه محمد هاني، اي ضغط محمد هاني او الثنائيه تلعب بتلعب على محمد هاني، محمد هاني تحس مش واقف على رجله، عكس محمد هاني بتاع كاس العالم للانديه اللي كان قدر يقف على رجله ضد بايرن ميونخ. لكن مباراه النهارده اللي كنت شايفه ان محمد هاني بدايه من بعد جون سان داونز محمد هاني اتهز شويه، ولكن رجع تاني لمستواه ورجع تاني المعهود في بدايه الشوط الثاني. محمد هاني بيبقى محتاج حد يساعده في فترات من المباراه. ممكن التركيبه اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي اليو ديانج وقفشه وسوليه يخلي قفشه يميل نوعا ما على محمد هاني علشان يقفل معاه، او تخلي الوينج يرجع يدافع محمد هاني عشان يقفل معاه. في المباراه الاولى بتاعه سان داونز وهنا في القاهره اهلي وسان داونز في السلام، كنا شايفين من بره الملعب صريخ صريخ عشان حسين الشحات يرجع يدافع مع محمد هاني. النهارده اليو ديانج كان بيعمل الدور ده، ولكن بعد الـ 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 التوتر اللي حصل اليو ديانج ابتدى يحاول يقفل عمق الملعب وابتدى الضغط يجي على محمد هاني. لكن في الشوط الثاني فرق الاوضاع ترجع كما كانت، الاوضاع ابتدت ترجع كما كانت. الحاجه الثالثه واللي لازم مسلمين برضه يشتغل عليها هي الضغط بتاع لعيبه الهجوم. النهارده يبقى في خطوه او اتنين في التحضير بتاع لعيبه سان داونز، لو كان في ضغط شرس من هجوم الاهلي كان ممكن تخلق فرص حقيقيه. النهارده لو كنت ضاغط على لعيبه سان داونز ومش مديها اريحيه اللي هي تبني اللعب، كنت ممكن تعمل فرص حقيقيه كتير جدا في مباراه النهارده. لكن لازم اوسماني الثلاث مشاكل دي يشتغل عليها، عمق الملعب، الجبهه اليمين، والضغط العالي. النهارده كنا بنشوف محمد الشناوي صريخ صريخ، اضغط 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 اضغط، اللعيبه ما بتضغطش، لعيبه الاهلي بتضغط بدايه من نص ملعبها. لما لعيبه سان داونز تخش نص ملعب الاهلي ساعتها بيفكروا ان هم يضغطوا، غير كده لعيبه الاهلي ما بتضغطش، وده حاجه مش حلوه، حاجه مش كويسه. ممكن كوره طويله طايشه تخبط تك تك جول، انتهى الامر. لازم الاهلي المباريات اللي جايه يركز على اخطاء، وسمعنا يركز على اخطائه يحاول يصلحها علشان الايام اللي جايه مباريات تقيله. عندك نادي البركان هترجع على مدعكه الدوري، بعد كده نصف نهائي الترجي، فانت داخل على مدعكه حرفيا الايام اللي جايه. مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك مبروك من كل قلب بصراحه، قدموا مباراه كبيره. ولكن شهاده لازم اقولها في نهايه الحلقه، موسيماني موسيماني ناس كتير جدا مش مقتنعه بيه، ناس تقول عليه هجاص، ناس تقول عليه بتاع محظوظ. الحظ جزء من كره القدم دي معروفه، وطول ما المدرب بيشوف شغله ومدرب بيجتهد الحظ هيقف في صفه، دي معروفه برضه. موسيماني على المستوى المحلي، المحلي على المستوى المحلي انا كمصطفى مش مقتنع بموسيماني، لسه ما اقنعنيش على المستوى المحلي، ما ادانيش الكريدت اللي انا اقول لا موسيماني مدرب كبير. وممكن يكون ده راجع للخبرات، ان دي سنه اولى دوري مصري، خبراته في الدوري المصري مش كبيره فبيقدم الشكل ده، ماتشات كتيره بيسقط فيها نقط، ماتشات كبيره بيكسب بدون اداء، ده راجع للخبرات. انا شايف ده راجع لخبرات موسيماني فعلا لحد دلوقتي ما اقنعنيش محليا، ولكن موسيماني على المستوى الافريقي خبراته الافريقيه بتاهله لعب مباريات عالميه سواء في ارضه او بره ارضه. شفنا السنه دي فيتا كلوب، السنه اللي فاتت مباراه الوداد رايح جاي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، السنه دي فيتا كلوب، وهو السنه دي كمان سان داونز ذهاب واياب. موسيماني في مباراه النوك اوت في المستوى على المستوى الافريقي كبير جدا، مدرب تقيل جدا، بيعرف يدرس الخصم كويس جدا، بيعرف يقرا المباراه بشكل مميز، وبيقدر يخلي الخصم يتحجم ويعرف يلعب على نقط ضعف الخصم ويحجم نقط قوته.
ودي مميز جدا في موسيماني في المستوى على المستوى الافريقي، ولكن على المستوى المحلي لحد دلوقتي موسيماني بصراحه ما اقنعنيش وما ادانيش الكريدت اللي انا اقتنع بيه محليا، ولكن موسيماني افريقيا لحد دلوقتي مقنع جدا، لحد دلوقتي بيقدم مباريات كبيره جدا على المستوى الافريقي. وفي الاخر اقولها لكم من دلوقتي، بقولها لكم من دلوقتي، الاهلي بطل افريقيا 2021. خد كلامي ورميه في البحر، بس ده توقع الاهلي بطل افريقيا 2021. في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي وسان داونز. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، قول لي توقعك انت في الكومنتس، هل موسيماني بالمباراتين اللي عملوها ضد سان داونز هيظهر للاهلي من الترجي، ولا ممكن الترجي يعمل المفاجاه ويتيح بالاهلي ويصعد للفاينل؟ قول لي توقعك في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل اكبر عدد من الناس. اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعت الديسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، شوف الحلقه الجايه، سلام.